السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون القراءة المسترسلة، السنبلة والعصفور. سنقوم بالإجابة على أسئلة الحصة الرابعة. السؤال الأول: أبحث مع صديقي أو صديقتي عن معاني الكلمات الآتية: وديعة، خدمة، صنعتها. معاني الكلمات: وديعة بمعنى هادئة ساكنة ولينة، خدمة بمعنى مساعدة أو فضل، هدية منحة عناية اهتمام، صنعتها بمعنى عملتها وأنشأتها. السؤال الثاني: آتي بخريطة كلمة أشرق. أشرق نوعها فعل، معناها أنار، أضاء، أومض، تلألأ، توهج، لمع. ضدها أظلم، انطفأ، عتم. تركيبها في جملة: أشرقت الشمس بنورها الوهاج. أفهم وأحلل. السؤال الأول: أعدد الكائنات الأخرى التي تخدم السنبلة في هذا الجزء من النص. الكائنات الأخرى التي تخدم السنبلة في هذا الجزء: كل ما في الكون. السؤال الثاني: أستخرج من الجزء المقروء ما يعبر عن سروري وابتهاج السنبلة. ما يعبر عن سروري وابتهاج السنبلة: أشرق وجه السنبلة بابتسامة وديعة. السؤال الثالث: أعبر شفاهيا عن العلاقة التي ينبغي أن تكون عليها الكائنات. العلاقة التي ينبغي أن تكون عليها الكائنات هي علاقة المحبة والأخذ والعطاء. أركب وأقوم. السؤال الأول: ألخص أفكار الجزء الرابع شفاهيا في جمل. تلخيص أفكار الجزء الرابع: ندمت السنبلة على كل ما قامت به اتجاه العصفور. حب الأرض للسنبلة. الكائنات كلها مسخرة لبعضها البعض. السؤال الثاني: أملأ الجدول بما يناسب بتعاون مع أصدقائي وصديقاتي. زمن الأحداث، مكانها، الشخوص، الأحداث، العلاقة بين الشخوص. زمن الأحداث: فصل الربيع، مكانها، حقل القمح، الشخوص، السنبلة، العصفور، الشجرة، الطيور، ورقة الشجرة، الأرض. الأحداث: بكاء السنبلة على ضياع حبتين منها. العلاقة بين الشخوص: الأرض أم السنبلة، الشمس جدة السنبلة. السؤال الثالث: أحدد بتعاون مع أصدقائي وصديقاتي القيمة التي تضمنها النص ككل. القيمة التي تضمنها النص ككل: التعاون، مساعدة الآخرين،